طيارة على طريقنا، لا فصل، لو حسوا فينا خذونا، ما في حدا قدامنا، عادي نحن بالأبو ما في حدا قدامنا. الطيارة ما عم تفارقنا، هلا أنا عم بحكي بالطيارة فوقنا، بدنا نعيش، ما حدا عم يحس فينا. نحن أطفال، ما ذنبنا. سفر بطنا اليوم تعرضت لمجزرة فيها أكثر من 20 شهيد، جلهم من الأطفال والنساء. ربطت خبز من امبارح، ما في خبز بالغوطة الشرقية. في ناس فعلا إلها يومين، وأطفال ونساء لهم يومين من غير أكل. هلأ في أكثر من 7 مستشفيات خرجوا عن الخدمة بالغوطة الشرقية. النظام كل أنواع سلاح الجو عم يستخدمه، مروحيات، طيران سوخوي. طبعا النظام أكيد مع منه روسيا الاتحادية، ألغام بحرية، قذائف هاون عيار 200 أو 220، راجمات صواريخ. قبل بشوي تم استهداف مدرسة الثانوية ببلدة كفر بطنة وتعرضت لدمار. بس أهداف النظام الاستراتيجية هي المدارس والأسواق والتجمعات السكنية، تحديد أكثر النساء والأطفال. فينا نقول إنه كل رشقة راجمة بترشق 50 صاروخ سوا، وهي الراجمة ما متهدي. هذا إذا حكينا بس عن الراجمة، ما حكينا عن الطيارة، وحكينا عن أحياناً مدفعية، ويعني بشكل هو بالأسلحة. يعني إحنا ما بقينا كل هالعمر محاصرين وعم نستحمل لحتى بالنهاية تكون النتيجة باصات وتهجير. كتير عائلات حرقوا أثاث من بيتهم لحتى يرجعوا يدفوا ويطعموا أولادهم. بالنسبة للأكل المتوفر هو اللي نظام بس بيسمح بإدخاله، يعني هذا بيكون في صفقة بينه وبين أحد التجار، وطبعا هاي الصفقة هي أقرب ما يكون لتجارة لمصلحة النظام.